وخلال حفل الافتتاح تم عرض لوحة فسيفساء لموروث يقدره أهالي مدينة كيرنز، وتم تصميم تلك اللوحة على يد شبان سوريين يعملون في مشغل أورينت للموزايك. وشرح رجل الأعمال السوري غسان عبود قصة تلك اللوحة. الأشخاص الذين صنعوا هذا الموروث هم من خان شيخون، وهي جزء من مقاطعة في إدلب السورية. الفنانون 25 الذين قاموا بإنشاء هذه اللوحة متعلمون بشكل كبير، عملوا لمدة 5000 ساعة مع 800,000 قطعة من الرخام. أولئك الشبان أجبروا على الفرار من سوريا عام 2017 بعد الهجمات الكيماوية. لقد فقدوا منازلهم وأمالهم وكل شعور بالأمان، آملين أن تجلب هذه القطعة الفنية الوعي والتفاهم والسلام للشعبين العظيمين. And understanding and peace for the two great nations.